تحياتنا طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى نشرة أخبار الثامنة والنصف من قناة الموريتانية. نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. قطاع الشؤون الإسلامية ينظم النسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم. ترامب يصل سنغافورة قبل يومين من عقد القمة التاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وفي ملف النشرة تتابعون موسم الأمطار قراءة في التوقعات. مرحبا بكم، نبدأ نشرتنا بنافذتنا الخاصة بمواكبة شهر رمضان بعد قليل. انطلقت اليوم بنواكشوط النسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم. يشارك بهذه المسابقة ممثلون لتسع دول إفريقية وعربية، وتعلن نتائجها النهائية ليلة 27 من شهر رمضان المبارك. نيل جائزة رئيس الجمهورية في حفظ وتجويد القرآن الكريم هدف لتحقيقه يتنافس هؤلاء المتنافسون الذين يمثلون تسع دول من محيطنا العربي والإفريقي، يمثلون خلال اليومين القادمين أمام لجنة تحكيم مكونة من 4 محكمين من المغرب والجزائر وكوت ديفوار إضافة إلى موريتانيا. هذه هي النسخة الثالثة من المسابقة، وقد شهدت سنتان الماضيتان نجاحا ملحوظا لهذه المسابقة التي سعت من بين أهداف أخرى إلى استعادة دور الشناقطة في مجال نشر كتاب الله العزيز عبر القارة الإفريقية. إن بلادنا وبفضل الحنكة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية لتسير بخطى ثابتة نحو استعادة دورها الإشعاعي الذي أضاء مختلف أصقاع العالم بالعلم النافع وقيم السلم والمحبة والتفاهم. وما هذه المسابقة القيمة إلا إضافة نوعية وتعزيزا لما تحقق في هذا المسار من خلال ما نشهده من تطور متسارع على مستوى جميع الأصعدة وخصوصا الحقل الإسلامي. والمكانة السامقة التي نتبوأها اليوم في مصاف الدول المتقدمة، إن أملي كبير في أن تكون هذه المسابقة مدعاة لتشجيع وتحفيز الجيل الصاعد على حفظ القرآن وتجويده وتبني مقاصده الوضاءة، وأن تعرف النسخة الثالثة من هذه المسابقة المشاركة والاهتمام الذي حظيت به النسختين السابقتين ليتألق المشاركون من بلدنا ومن كل الدول المشاركة ضمانا لإحراز نتائج معتبرة تعكس بقوة ما يميز المشاركين من مثابرة واجتهاد. وقد شهد حفل الافتتاح حضورا معتبرا من طرف العلماء والأئمة وشخصيات مهمة من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، ناهيك عن المتسابقين وجمهور من حملة القرآن الكريم. يشارك في هذه المسابقة الدول الآتية: دول المغرب العربي كتونس والمغرب والجزائر، ثم الدول الإفريقية المجاورة كمالي وغامبيا والسنغال والساحل العاج والنيجر، يعني تسع دول هم المشاركون في هذه المسابقة. هذه المسابقة لها أهداف نبيلة عظيمة، منها ربط شبابنا بكتاب الله سبحانه وتعالى، مد الإشعاع الشنقيطي عبر العالم الإسلامي الذي عرف به على مر التاريخ، كذلك تحفيز هؤلاء الشباب. ومن شأن هذه المسابقة أن تعمل على نسج علاقات قرآنية قوية بين أجيال الدول المشاركة، خاصة في المواسم الإيمانية مثل شهر رمضان المعظم. وفي إطار الإحياء الرمضاني دائما، نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي أمس بنواكشوط بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا حفل إفطار على شرف علماء وأئمة المساجد والعاملين في الوزارة، تثمينا للجهود التي تبذلها طيلة شهر رمضان المبارك. يتحلق هؤلاء الأئمة والعلماء حول مائدة الإفطار التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بالتعاون مع الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا إحياء لشهر رمضان المبارك وتكريما لأرباب المنابر والعلماء. الإفطار كان مناسبة ليجتمع هؤلاء الأئمة جنبا إلى جنب مع قادة القطاع في جو رمضاني خالص، وتنساب الكلمات معبرة عن سياسة الوزارة الهادفة إلى الرفع من مستوى الإمام تمكينا له من تأدية رسالته على أحسن وجه.
إنه لشرف لي عظيم أن أحضر معكم في هذه الليلة الكريمة من هذا الشهر المبارك هذا الإفطار الذي يعكس العناية الكبيرة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد عبد العزيز لأئمة المساجد وذلك بوصفهم قدوة المجتمع والمرجعية الأولى في الأخلاق والسلوك وتتجسد هذه العناية الخاصة فيما يحظى به اليوم الحقل الإسلامي من رعاية واهتمام وما الإحياء المتميز الذي نعيشه في رحاب هذا الشهر العظيم إلا دليلا قاطعا وبرهانا ساطعا على التمسك بهذا النهج القويم وتأكيدا على حماية مقدساتنا الروحية وثوابتنا الوطنية إننا لنقدر عاليا دوركم الرائد فيما تبذله وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي من جهد علمي سعيا إلى جعل أيام وليالي هذا الشهر المبارك مدرسة ربانية حية ينهل من معين عطائها الفياض كل مواطن في كل بقعة من الوطن ضمانا لتعليم المواطنين ودعم وحدتهم وتكافلهم الاجتماعي. حديث رئيس الاتحاد الوطني لأئمة موريتانيا نوه بجهود الدولة واغتنم الفرصة للتذكير بالظرف الزماني المحيط إنه العشر الأواخر يحيى ليلها ويصام يومها ويحدث الانسجام والوئام والتعاون على البر والتقوى. وفي هذه الليالي العشر نجد ونجتهد التماسا لإحياء ليلة القدر التي أرجى ما تكون فيه العشر الأواخر والحمد لله الذي جعلنا نجتمع للمناسبات الدينية قمة وقاعدة ففي اليوم الأول من رمضان نفطر مع رئيس الجمهورية وفي العشر الأواخر نفطر مع معالي وزير الشؤون الإسلامية. دأب مألوف عودت عليه وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأئمة والعلماء تنفتح آفاقه منذ اليوم الأول لشهر رمضان المعظم موسم التراحم والتآلف والتناصح والتآزر. أحكام التركة ودورها التنموي كان عنوانا لدرس اليوم من الدروس الرمضانية التي يحتضنها يوميا الجامع الكبير في نواكشوط. قدم المحاضرة اليوم الأستاذ الفقيه أحمد ولنيني مبينا ضرورة تعلم أحكام التركة خصوصا في عصرنا الراهن لما لها من أهمية دينية واجتماعية وأخلاقية. الدرس 25 من الدروس الرمضانية خصص اليوم لموضوع هام هو التركة وأركانها أسبابها وموانعها. ألقى المحاضرة فضيلة الشيخ أحمد ولنيني الذي أسهب في الحديث عن تعريف التركة انطلاقا من قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العظيم. وبيّن الفقيه أهمية أحكام التركة والمواريث في الفقه الإسلامي ومن طوت عليه من صون للحقوق بميزان العدل والحق مبرزا تعريف التركة لغة واصطلاحا. التركة هي علم قرآني قطعي لا اجتهاد فيه لأحد بعد الصحابة رضوان الله عليهم. ففي الأثر إن الله تعالى لم يكل قسم أموالكم إلى نبي مرسل ولا إلى ملك مقرب ولكن قسمها أحسن قسم حيث قال يوصيكم الله في أولادكم وقال ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. وجاءت السنة مبينة لكتاب الله تعالى كما قال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فقال صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. جموع غفيرة من المواطنين كانت حاضرة في رحاب الجامع الكبير حيث وجدت ضالتها المنشودة في متابعة هذه الدروس وطرح ما لديها من أسئلة فقهية واستشكالات متعددة حول أحكام الصيام والزكاة. قطعنا رمضان عن مستفاد من المحاضرات اللي عدوا العلماء والفقهاء جزاهم الله خيرا جزا الله خيرا الإعلان وجزا خيرا عن التوفيق الإسلامي وعن مستفاد منهم. مستفاد من هذه الدروس الحمد لله مستفاد منها الناس اللي في الداخل وفي الخارج عبر الشاشة. ونختار المزيد منها دائما الحمد لله متعودين على الناس من زمن عندنا كمدرسة قاع ما نصيب عنها المحاضرات والله لزينين عندنا نختار متواصلين الزمن كان ما ولا رمضان وحده مستفادين الحمد لله كل نهار الحمد لله نجوهم مستفادين الدروس ما شاء الله.
ولم يكن لهذه المحاضرة أن تنتهي دون أن يقدم فضيلة الشيخ أحمد النيني ردودا شافية على أسئلة الحضور التي طالت مختلف الجوانب الفقهية من بيوع وتركة وصلاة وصيام. قامت منظمة نور القمر للتعبئة الاجتماعية زوال اليوم لقاء تحسيسيا حول خطورة المخدرات والمنشطات العقلية وأهمية النظافة في الوسط الحضري لصالح عدد من ساكنة حي السعادة بمقاطعة تجنين. وقد أكدت رئيسة المنظمة سيدة النوهم محمد صالح على ضرورة عناية الأسر بالأبناء خلال مراحل الطفولة والمراهقة لتجنيبهم رفاق السوء والابتعاد بهم عن الانحراف. وقد تضمن اللقاء التحسيسي وإرشادات مقدمة من مختصين في المجال تحث على ضرورة نشر الوعي الصحي بين المواطنين باعتباره السبيل الأمثل لرقي وتقدم البلد. وتم في ختام هذا اليوم التحسيسي توزيع بعض المعدات ومواد التنظيف على عدد من سكان الحي إسهاما من منظمة نور القمر للتعبئة الاجتماعية في تنظيف هذا الحي. دوليا، بموجب اتفاقيات بين الجيش السوري والمسلحين تم افتتاح طريقي حمص وحماه، فيما بدأت الاستعدادات لتسوية أوضاع المسلحين الذين اختاروا البقاء في قراهم وبلداتهم. وفتحت إعادة العمل بالطرق البرية في الشمال السوري، أو فتحت المجال لعودة العائلات إلى قراهم التي تركوها لسنوات بسبب الحرب. الطريق إلى حمص وحماه بات سالكاً مع دخول الجيش السوري إثر انسحاب المسلحين وسط استقبال كبير من الأهالي. وبينما أعلن الجيش فتح طريق حمص حماه الدولي، فإن العمليات العسكرية متواصلة في ظل اتهامات متبادلة بخرق الهدنة خاصة في ريف حماه الشمالي. وذكر بيان للجيش السوري أن قواته أكملت ما أسماه تطهير 1200 كيلومتر مربع من ريفي حمص الشمالي وحماه الجنوبي، وعادت الأمن والأمانة إلى أكثر من 65 بلدة وقرية كانت تسيطر عليها الجماعات المسلحة. واعتبر البيان أن أهمية هذا الإنجاز تتجسد في اقتلاع ما أسماه بالإرهاب المسلح من تلك المنطقة الجغرافية الحيوية في المنطقة الوسطى التي تشكل عقدة مرور تمثل شرايين للمحافظات المجاورة وبقية المحافظات السورية، إضافة إلى تحرير سدي الرستن والحولة وإنهاء التهديد للمنشآت الحساسة والاستراتيجية كمحطة الزارة لتوليد الكهرباء ومصفات حمص ومعمل الإسمنت في الرستن وفتح الأستراد الدولي بين حمص وحماه الذي يصل جنوب سوريا بوسطها وشمالها وإنهاء تهديدهم لطريق حمص السلمية حلب. وبلغ العدد الإجمالي للمسلحين وعائلاتهم الذين خرجوا باتجاه الشمال السوري نحو 30,000، بينما بقي المئات من المسلحين في مناطقهم ولم يرغبوا بالخروج بل طالبوا بالتسوية. وسوف يخضع هؤلاء المسلحون لعملية تسوية كاملة بعد تسليم أسلحتهم وفق بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه مطلع الشهر الجاري. ومع عودة الأمن إلى مناطق واسعة من سوريا، بدأ دخول قوافل المواد الإغاثية التابعة للمؤسسات السورية ليتم توزيعها على الأهالي خاصة في مناطق الرستن. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى قاعدة بايليبار الجوية في سنغافورة للمشاركة الثلاثاء المقبل في القمة التاريخية التي ستجمعه مع زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون. ويلتحق ترامب بنظيره الكوري الشمالي الذي سبقه إلى هناك، وسط آمال أن يمكن لقاء الرئيسين من إرساء اتفاق نووي بين البلدين. هذا الاجتماع كان مستبعدا قبل أشهر، حيث تبادل الطرفان الاتهامات والتهديدات ما أثار مخاوف أطراف دولية من إمكانية اندلاع حرب في المنطقة. ويأتي ترامب إلى سنغافورة بعد أن أثار تراجعه عن دعم البيان المشترك الصادر في نهاية قمة مجموعة دول الصناعية السبع ردودا غاضبة في الدول الأوروبية. وفي مؤتمر صحفي عقده إثر القمة، وصف رئيس الوزراء الكندي تذرع ترامب بهواجس الأمن القومي لفرض رسوم على الصلب والألمنيوم بأنه مهين للمحاربين الكنديين القدامى الذين قاتلوا إلى جانب الحلفاء الأمريكيين، بينما أعلنت فرنسا أن التعاون الدولي لا يمكن أن يكون رهنا لنوبات غضب أو انتقادات. انتهت في مدينة
تشينغداو الصينية اليوم أعمال القمة الدورية لمنظمة شنغهاي للتعاون في ختامها. وفي ختامها أقر زعماء الدول الأعضاء 17 وثيقة مختلفة تضمنت الوثائق خطة عمل خلال الفترة 2018-2019 وتنفيذ أحكام معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين الدول الأعضاء ووثيقة التعاون حول مكافحة الإرهاب. وقد تميزت القمة الحالية بمشاركة الهند وباكستان في أعمالها كعضوين كاملين لأول مرة، كما حضرتها إيران ومنغوليا وأفغانستان وبيلاروسيا بصفة مراقب. تساهم التوقعات التي تنشرها مراكز الرصد الجوي في تقديم معطيات حول احتمالات التساقطات المطرية، وتتوقع مصالح الرصد الجوي في بلادنا أن تشهد مناطق عديدة من الوطن تساقطات مطرية معتبرة مع تفاوت الكميات المتوقعة من مكان إلى آخر. تأتي هذه التوقعات مع بدء الاستعدادات لموسم الإجازات السنوية الذي يتزامن مع موسم كل خريف. موريتانيا بما حباها الله من مناظر طبيعية ساحرة وذروة حيوانية كبيرة ومؤهلات زراعية متنوعة، تؤكد مصالح الرصد الجوي أن خريفها هذا العام ستسجل مجاميعه المطرية فائضا على وسط وجنوب الحوضين والعصابة، وكذلك في ولايتي قديماقة وغورغل وعلى جنوب شرق البراك. طبعا كل سنة تقوم الهيئة الوطنية للرصد الجوي بتوفير توقعات موسمية تحاول من خلالها استباق طبيعة موسم الأمطار. طبعا هذا طبعا عدلوه بتعاون مع الخبراء الإقليميين والدوليين في المجال. وهذه السنة طبعا كان الاجتماع اللي مقرر لإنشاء هذه التوقعات كان في دولة كوت ديفوار أبيجان. وقبل ما نخوض في نتائج توقعات هذه السنة، أريد فقط أن نذكر أن التوقعات الموسمية هي توقعات مبنية على احتمالات نحاول من خلالها استباق المجموع المطري في أشهر الخريف. معناه أننا نستبق المجموع المطري اللاهجي في الأشهر الثلاثة أساسا، هما شهر يوليو أغسطس وسبتمبر. معناه نتكلم عن المجموع المطري. هذه التوقعات الموسمية لا يمكن أن تعطي نتيجة عن توزيع الأمطار لا يعود شكيفتها، إنما هي تعطي فكرة عن المجموع المطري في الموسم لا يعود شكيفته بالمقارنة مع المتوسط العادي في الفترة الزمنية اللي هو متوسط طبعا محسوب على 30 سنة. بالنسبة لنتائج هذه السنة طبعا كانت النتائج طبعا اللي متوفرة وجميع المؤشرات اللي تم استخدامها تنبئ أن الموسم الخريف هذه السنة يعود موسم جيد. مجاميع مطرية عادية إلى فائضة ينتظر أن يعرفها شمال الحوضين والعصابة، إضافة إلى ولايات تقانت وأدرار وترزمور وإنشيري وداخلة واليبو، وكذلك في شمال شرق ترارزة والبراكنة. طبعا ستتراوح المجاميع المطرية ما بين متوسطات عادية إلى متوسطات فوق العادي، خاصة على المناطق الجنوبية الشرقية، هي مناطق الحوضين والعصابة وقديماكة، وخاصة الشريط الجنوبي اللي هو نقول الشريط الزراعي الرعوي، إنه سيكون فيه فائض، ما بين فائض إلى متوسط عادي. المناطق الوسطى والشمالية كانت توقعات تقول إن لا يعود فيهم متوسط عادي أيضا يميل إلى فائض، معناه إن العجز طبعا كان هو الاحتمال الأضعف من خلال هذه السيناريوهات الثلاثة اللي مطروحة أمامنا. المناطق الجنوبية الغربية اللي هي مناطق البراكنة والترارزة، التوقعات كانت تقول إنهم بالنسبة ليونيو يوليو أغسطس لا يعود فيهم عجز، إلا أن هذا العجز سيتلاشى مع حلول يوليو أغسطس سبتمبر، وبالتالي نتوقع أن المناطق الجنوبية الغربية وهي مناطق البراكنة والترارزة لا يعود فيهم وضعية عادية تميل إلى الفائض، لكنها وضعية عادية على العموم.
ويرتبط المواطن الموريتاني ارتباطا نفسيا واقتصاديا بفصل الخريف إذ ينتظره بفارق الصبر، ويستبشر خيرا بتوقعات الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التي تتوقع أن يكون خريف هذا العام مميزا مقارنة مع السنوات السابقة. خريف أهمية ما تقدر تنعدلينه من نعم الله اللي ما تنعدقها اللي تشرب منه الأرض وكل الحيوان والوحوش والطيور، وهو اللي كانت تعيش فيه البشرية قاع سابق الدولة وسابق كل شيء، كانت تعيش إلا على الأمطار، ومنين انخفضت الأمطار ولا تتجي بانت على البشر وعلى الحيوان وعلى الأرض بكل خلاص حدود موريتانيا كاملة تمشي بين ولاية لك قاحيل أرض ميجت جردة ما تلات فيها صدر على شيء تشتلاش قلت الأمطار، فأنا عن المطار رواية مهمة ولا الرحمة قاعد كيف قلت لك بي. ثانيا أنا سمعت كان مصدر وما زال مصدر رزق كل شيء على الأرض، حتى الجسم، حتى جسم الإنسان، حق من تجي ريح يقولوا ريح قال ريح قبله نجبره راح ناهيك عن المطر قاع منين تبرد الأرض يبرد الشوك وتفتح شهية الناس وتستعد للراحة وتستعد للذهاب للبادية، لك بوادي مهو شورة قال لا من جي مطر راك دور شون واكشط ما في رقاش. قالت الدولة تركز عليها لا تنمية، منين تركز على التنمية والثروة الحيوانية والزراعة موريتاني عاش، ومنين ما تركز عليهم بلا فايدة موريتاني قاعد يدور منين تمرق يدور الثروة الحيوانية يدور يخلقها دور يوفو الحم ما ترمش بورو البن ما ترمش بو، ويالله الدولة ما تبخل في هدوده. مواطن موريتاني هو خريفه قلبه، وهو هو 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 ثمرة حياته، هو أحلامه اللي يحلم به وتتجدد فيه الروح الموريتانية. الإنسان الموريتاني يجد ويتجدد وجدانه وحياته ألا مع طلوع بوادر الخريف، يتذكر ذكرياته وذكريات الأعوار وذكريات الحياة التقليدية اللي يعرف كاملة. وأنا بالنسبة لي نقول أن الخريف هو حياة المواطن الموريتاني، وهو هو هو ثمرة قلبه وطموحه وذكرياته، وبدونه ما يقدر يعيش به اللي ما عنده شيء مذكره ولا عنده شيء يهدف له، وبلا طموحه يكون ما هو. إذا راجي من عند مولانا إن شاء الله هذه بوادر الخريف اللي فات بدأت على تقانت وعلى بليدات من الوطن. مواطنون آخرون نبهوا إلى ضرورة الاستفادة من هذا الموسم الهام وقضاء فترات الراحة والاستجمام في ربوع بلادنا الجميلة والمميزة توفيرا للعمولات الصعبة ومساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، فيما نبه آخرون إلى أهمية فصل الخريف مع تبيين بعض أضراره على مناطق من العاصمة نواكشوط. بالنسبة لي أنا نعتبر أن موسم الخريف هو أفضل المواسم، وخاصة قاع الشعب الموريتاني اصلا شعب بدوي، بالتالي الخريف عنده بها ارتباط اساسي. يا قير مولي يا الله من ذل المنبر له، يا الله المواطن الموريتاني يعرف ان الخريف هو زمن ماضي ما هو كي الخريف وكات، يا الله الناس اللي تمشي شوارع الخارج وتهوت تسقي الياس من الاموال في الخارج تقدر تقيس قاع بلادها داخل بلادها قاع وتعدل، هي خريف يعود زين. اولا يرجع لدشرتها مردوديه ماديه وتعيد هي الذكريات وتجبر الأهالي وتعود ملي فيه حركة اقتصادية فائدة للوطن. الخريف من أهم فصول السنة عندنا نحن الموريتانيون، فهو مناسبة لقضاء العطلة الصيفية في بوادي البلاد قرب الأهلي والأصدقاء وفي الطبيعة التي ولدنا فيها، لكن المياه الناجمة عن الأمطار تسبب في بعض الأحيان زحمة كبيرة في المرور في بعض مقاطعات نواكشوط، كما أنها تخلف هناك بركا ومستنقعات أحيانا، لكن يبقى الخريف مهما لكل الموريتانيين. وتكمن أهمية التوقعات التي تصدر عن الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في أبعاد متعددة، لعل أبرزها الاستفادة القصوى من هذه المعطيات للاستعانة بالإيجابيات المنتظرة وتحاشي السلبيات المتوقعة بالنسبة لأصحاب القرار. هذه التوقعات تمكن أصحاب القرار أنهم يقضوا على أساس استراتيجيات، يبنوا على أساس استراتيجيات كيف تقريبا، حتى تقريبا مزارع عنده شمن التراب تقريبا 100 هكتار لا هي تقريبا يبدأ يجهز للزراعة، إلى أن قالوا أنهم احتمال 60% أن يعود السنة جيدة،
واحتمال 10% أنها تعود متوسط، واحتمال أنها 30% تعود عجز. هو لا يحاول يوزع استراتيجياته على هذه الاحتمالات، هذا فقط نموذج أعطيته. إذا أقبلنا تقريبا قلنا هذا السنة عندك احتمال 50% أن يعود عندك تقريبا فائض، 30% يعود عندك متوسط، و20% يعود عندك عجز، مع أنك لا تحاول أنت جهودك توزعهم حسب الاحتمالات الثلاثة. وبالتالي الرجاج إياك يتفادى أنه يفاجأ بخسر، يجب أن يستخدم ما يقال له الاستراتيجيات التي تسمح لك أنك ما تندم في النهاية. أن يتعلق الإنسان الموريتاني بفصل الخريف وينتظره باستمرار كل عام، فذلك لما يميز هذا الفصل من جمال الطبيعة وقدرة على إشعار الإنسان بالراحة النفسية والجسمية، إضافة إلى بعده الاقتصادي حيث تعطي الأرض كل خيراتها، وبعده الاجتماعي حيث لقاء الأهل والأحبة بعد عام من روتين المدينة وإكراهات العمل والدراسة. نشرتنا انتهت، إلى العناوين. قطاع الشؤون الإسلامية ينظم نسخة الثالثة من المسابقة الإقليمية لنيل جائزة رئيس الجمهورية في مجال حفظ وتجويد القرآن الكريم. ترامب يصل سنغافورة قبل يومين من عقد القمة التاريخية مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون. وفي ملف النشرة تابعتم موسم الأمطار، قراءة في التوقعات. نهاية النشرة، إلى اللقاء.